هلا انا بدي ارضع هذا الكبير لترحلي. شايفين قد ايه احنا حكيت لكم بالفيديو اللي قبل على الانينه هديك لحد الحزه هاد لترحليب. هلا انا بدي ارضعه لهاد، بدنا نشوف قد ايه بده يرضع. هو المفروض يرضع لتر، هلا بدنا نشوف قد ايه بده يرضع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا في حد بيسأل بالنسبة للتر الحليب، مي طبعا مي تكون فاترة نوعا ما، يعني بيقدر الإنسان يشربها أو الحيوان. كمية الحليب اللي بتنحط على لتر المي من 170 ل من 160 ل 170 جرام حليب ناشف بودرة، من 160 ل 170 جرام حليب بودرة ناشف بنحط على أني على لتر مي مغلية. طبعا لتر مي بيكون فاتر نوعا ما، مقبول انه الانسان يشربه او الحيوان يكون سهل شربه، وبينخلط بشكل ممتاز وبترضعهم سواء عن طريق سطل الحليب او عن طريق الرضاعة او عن طريق الانينة او عن طريق الانينة. انا عامل انينة هيك لانهم مش كثار، كم واحد هم من عندي حاليا، لسه ان شاء الله الميلاد قريب فانا برضعهم بالانينة هاي. الله يسعد مساكم يا رب. هو انا بالنسبة لي فوائده كتير، هذا الخروف عمره تقريبا شهر مش اكتر من شهر، هذاك جديد لسه، بتتذكروا لما نزلنا الفيديو وصورناه كان مولود جديد. هي هذا اللتر، شايفين قد ايه ضل فيها حليب من اللتر، شفنا قدامكم شفتوا اللتر الحليب. هلا هو المفروض يخلصوا وبدنا نجيب الأنينة التانية نشربه كمان من الأنينة التانية حتى يشبع الآخر. يعني أنا ما بعطيه كمية محصورة أو محدودة، لا أنا بعطيه لحتى يشبع، لأنه هذا ما بيأثر عليه أو بزعجه، بالعكس بيستفيد أحسن. هاي سمين شفط هالأنينة، هيها فاضية. هلا بدنا نشربه من الأنينة التانية هاي، نشوف إذا هو حاب يرضع كمان. هاي بده كمان يرضع. هذا الحليب اللي زاد عندي برجع كمان شوي بلف عليهم كمان لفة هيك برضعهم، اللي حب يزود. أيوه يعني شايفين شبع. لتر حليب في 3 وجبات، الصبح وجبة والظهر وجبة وهلا بهذا الوقت وجبة. 3 وجبات بكون 3 لتر حليب يوميا. شايفين قد ايه شرب، ملاحظين يعني تقريبا ثلث الكمية، لانه كانت لحديت هون، هاي مبينة. يا سيدي صحة والف عافية، الله يسعد مساكم يا رب.